قال رجل زوجته منقبة، قال هل يجوز أن يخلي إخوانه يروها مرة لأنه ما يعرفوها لو حصل لها شيء؟ ما يعرفوها، ما يشوفوها ولا مرة واحدة، ولا مرة ما يشوفوها، ودار يعرفوها ليهم ذاتهم، دار يسووها شنو مثلا؟ لو حصل لها شيء أنت كان قاعد خلاص، لو ما قاعد النسوان قاعدات شايفاتنا يعني خلاص كده بتروح ولا شنو يعني؟ خايفينها تمرق برا يمشوا يفتشوا لها يلقوها؟ أكان راحة ذاته اللي فتش لها النسوان بالجنة. ما بيجوز يا إخواننا، ما بيجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ الحمو ده قريب الزوج، أخوه، أخو الزوج. قال الحمو الموت. شوف الكلام ده قبل 14 قرن يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال الحمو الموت، لأنه الحمو أخو الزوج بيدخل على المرأة من غير حرج وعادي. المجتمع لو شاف زول داخل في بيت أخوه يقول لك ما ده فلان يا أخوه، ما في مشكلة، بخش عادي ويستسمح له وبيدخل في أي وقت. وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والسلف قالوا كما قال عمر بن عبد العزيز، قال لا تخلون بامرأة وإن كنت تعلمها القرآن وهي مريم ابنة عمران. من حسابك؟ عشان كده أنت تفتح لأخوانك الباب تقول خليه يشوفوه، شافوه بعد شوية بقول لك ده نتونس تسوي لنا شاي معي ضيوف، خاش وداخل جيب الشاي وجيب شيريا وما تعرف جيب شنو، لحد ما الموضوع بجر وتحصل مشاكل. الآن المشاكل الموجودة في المجتمع دي حسم النبي زمان، لكن اللي بيسمع الكلام منو؟ زمان النبي صلى الله عليه وسلم حسم اليوم، الناس بتتساهل الليلة. بعد فترة، بعد فترة واحد يقول لك والله مشيت أفحص عند الطبيب واكتشفت إنه أنا عقيم ما بلد وعنده أربع أولاد، واكتشف إنه عقيم ما بلد، أولادك دول الولود منو؟ وبيشبهوه، دول أولاد أخوه، دول أولاد أخوه. وهكذا مجتمع الآن، أي واحد منكم خلوني أنا خلوني، أي واحد منكم عنده قصص في راسه حافظة وحكايات وروايات قاعدة جوا المجتمع ده، السبب شنو؟ إنه اتفتح الباب اللي قفله النبي صلى الله عليه وسلم، الباب اللي قفله النبي اتفتح. وفي المجتمع ده زمان الدعوة دي لما دخلت الدعوة السلفية من ضمن العقائد الصحيحة اللي جات بها الدعوة، جات بمسائل زي دي في حفظ الأعراض، لكن كثير من الناس في المجتمع اعترضوا. ده المقفلين يقول لك عندهم ديوان للرجال بهناك والحريم به جاي. الناس الآن بقت راجعة للكلام ده ذاته، رجعت الحريم بهناك والرجال به جاي، ما يخشوا سوا. عشان ما يحصل الاختلاط يا أخي، عشان ما يحصل الفساد والحرام، خليك حريص أنت على عرضك. فأخوك وهو إخوانك ديل ما تسمح لهم. زوجتك دي لو بيعرفوها من بعيد سلام عليكم، عليكم السلام، يسلموا عليها، يزوروها وقتك اللي انت قاعد، ما في مشكله في الكلام ده كله يا اخواننا. الزيارات ما حرام، صله الارحام ما حرام، ها المطايبه بين الاهل ما حرام. تجي تخش انت على اهلك او قرابتك في صوره ما فيها فتنه ولا فيها خلوه ولا فيها تكشف ولا تعري، وانت تبارك لهم عيد ما في مشكله، ها وتزورهم في مرض ما في مشكلة، تعزيهم في موت ما في مشكلة، ده ما حرام. لكن بالسترة، ولكن بالحجاب، ولكن من غير فتنة ولا ريبة. دي كده السنة، دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دي ما حيجبنا احنا من نفسنا.